كابتن وليد صلاح عبد اللطيف نجم نادي الزمالك. كابتن وليد، انت فين من نادي الزمالك دلوقتي؟ انا كنت موجود في النادي، وكنت يعني بقالي 5 6 سنين شغال في قطاع الناشئين، وكنت وصلت اللي انا مسكت القطاع كله، قطاع الكرة في النادي كله. صحيح. وبعدين وبعد كده حصل موقف اللي هو لما انا قلت على الكابتن خطيب قيمة كبيرة في قناة الزمالك، فالدنيا اتقلبت. ازاي اقول كده؟ قناة الزمالك اللي هي كانت يعني كانت الوقت المستقطع اللي واخدينه من قناة ما. فبدأ بقى ازاي تقول كده، فبدأ التجاوز بقى في حقي شوية. وبعد كده رحت ماشي، سبت النادي بقى وسبت الدنيا. طيب ندمت بقى ان انت عملت كده؟ لا تقول وانا خالص، مالي، انا ايه اللي خلاني اقول لا كده، خالص خالص. رغم انك في الاخر كنت بتقول حقيقة. مع حقيقة طبعا، لكن خالص لا ما ندمتش. اندم ليه يعني؟ حصل تجاوز في حقي، واتقال يعني مش تجاوز اللي هو يعني حتى في اسمي، حتى يعني في طريقة الكلام عني، زائد ان في بعض الاشخاص في نادي الزمالك استقطروا ان انا ابقى موجود، ان انا ماسك قطاع الكرة في النادي، اتعملت فسبت عليك لهم مؤامرة الدنيا. يعني؟ مؤامرة من أشخاص للاسف. معينين. طبعا اتصدمت فيهم؟ كنت متوقع إن هم ما يعملوا كده تفرقش معاك؟ معايا، ما تفرقش معايا، هما ما يفرقش، هما كلهم الناس اللي هي عارفة نفسها، اللي هي لو بتتفرج عليا لا هم عارفين نفسهم كويس قوي، هما ولا حاجة. مصمم ايه؟ مصمم لا هما ولا حاجة فعلا اللي هم عملوه. وانا قلت اسماء، لا، لكن هما لا، ما يستحقوش ان انا اتكلم عليهم اصلا. لو انت دلوقتي ليك كلمة او ليك قرارات جوه نادي الزمالك، ايه الحاجات اللي ممكن تعملها؟ النادي ده كله يمشي. ايه؟ والله يعني كل اللي ماسك نادي الزمالك كله يمشي، واجيب ناس جديدة تشتغل بقى، تتكلم على مدربين يعني؟ مدربين والناس اللي ماسكة، لكن تبدأ تجيب بقى فعلا اللي هو بيحب نادي الزمالك ونضيف يعني كويس انت بيشتغل. بتشوف ان في اشخاص بيعملوا نفسهم بيحبوا نادي بمليون الزمالك وش. وهما ما بيحبوش نادي طبعا الزمالك؟ مليون وش، طبعا طبعا في كتير. بيعملوا ايه؟ بقى يعني بقى عارفه مع رئيس النادي، خلي بالك كلهم مع رئيس النادي، او اغلبهم، او اللي انا عارفهم يعني هم عارفين يعني مع رئيس النادي، بحاضر وطيب، وبعد من لما يمشوا بيتكلموا كلام رهيب عليه يعني، بوشين. بوشين طبعا ومعروفين. وبعدين في كمان يعني خلي بالك، ما هو في بعض الاسماء الكبيره كانت وهي بره النادي كان بيحصل بينها وبين رئيس النادي تجاوز، ويقعدوا يتكلموا ضد بعض، وبعد كده بيشتغلوا في النادي دلوقتي عادي، واسماء كبيره. لكن انا ما استحملش كده.